مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم سمير جوافي يدافع على صديقه مهدي بن غربية بسبب الأكاذيب والإشاعات اللي طلعوها في زوجته وهي ماتت، الله يرحمها وينعمها، والله يهدي العباد اللي تداول في الأخبار دي على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، ربي يهدي. اكتب سمير جوافي: مجتمع مريض، لا نرحم ولا نحترم ولا نقدر حرمة الموتى، ومن ينظر في عين والدة ووالد الفقيدة رحمها الله ويرى انهيار زوجها سينقم على كل الأنذال الذين شاركوا في حفل الشماتة وفي مهرجان الإشاعات الدنيئة والقاسية عن وفاة الفقيدة التي لم ترحم قلب أم مصدومة، ولا براءة طفل تيتم، ولا مأساة زوج منكوب، ولا انهيار أب فقد ابنته الوحيدة وفرحتها الأخيرة. كما كنت تسمع هذه رسالة سمير الوافي، خاطر بالرسمي العباد والمواقع التواصل الاجتماعي كلها تهبط في اخبار زي، فقالوا اللي المراه انتحرت بسبب مشكله مع راجلها، بسبب كذا، بسبب خلاف في العائله مع ابوها وامها، وهي ميته والعباد طلع في شعال هذا الكل. علاش باش يطلعوا فيات في باجات حتى كانوا يخدموا؟ معناها والله بالرسمي شيء بكي، ولا كما قال سمير وافي عباد ولد التاجر، معناها مأساة، معناها عبد ميت ويتاجروا فيه، معناها ربي يستر. وكهو وكن نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.